دراعك ده يفك عظم الشمس. حمو بيكا ضحك عليه ب 5000 دولار مش عاوز يديهم له. عمر كمال طالع بيشتكي لمتابعينه من بيكا بسبب 10000 دولار. يا ترى ايه اللي حصل؟ وايه علاقة ماتش الاهلي والزمالك بالفلوس دي؟ ومفاجأة عن رد فعل بيكا. كواليس كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. مش راضي يديله 5000 دولار اتفقوا عليها مع بعض واتخانق معاه بسبب الفلوس، وقال له هات انسيال ذهب اللي في ايدك ده بدل الفلوس. مغامرات عمر كمال وحمو بيكا ما بتخلصش من امريكا، يا ترى ايه الحكايه؟ عمر كمال طالع من البيج بتاعته فرحان بان الزمالك كسب على النادي الاهلي، وكمان اخذ السوبر الافريقي، وكان في اتفاقيه بينه وبين حمو بيكا واورتيجا ان لو الزمالك كسب هيدوله 10000 دولار، وعلشان هم في امريكا ما عرفوش يتفرجوا على الماتش ان يعني في فرق 12 ساعة، فلما صحي وشافوا الماتش عرفوا بفوز الزمالك. عمر كمال ما كانش مصدق نفسه وفرحان قوي، وقال لهم مبروك وكنتوا رجالة في الملعب وألف تحية ليكوا، بس أنا طالع بشتكي من بيكا. قال بالنص أورتيجا قال لي هديك 10000 دولار ولو الأهلي خسر، وطبعا علشان هما بيتوقعوا دايما إن الأهلي كسبان فكان متأكد إن الأهلي هيكسب، بس لما الزمالك كسب أورتيجا نفذ وعده واداله 5000 دولار من ال 10000 دولار، وقال له إحنا كده كده ما كانش في مكان على رف الكاس السوبر من كتر ما بنكسب، فمن نفسكوا تكسبوا، واخدوا الموضوع هزار. لحد ما راح لبيكا وقال يا جماعه بيكا ضحك عليا ومش راضي يديلي 5000 دولار اللي وعدني بيهم، وهو قال له منين انا مش معايا فلوس. راح عمر كمال بيهزر معاه وقال له لا معاك وبعدين هاخد اسوره من اللي في ايدك دي. بيكا بعد ايده عنه وخاف، راح عمر مسك ايده وقال له الذهب اللي في ايدك ده يفك ازمه شباب. تحس بيك اتصدم من رد فعل عمر كمال وخمس في وشه وقال له الله اكبر في عينك، بعدين احنا الاهلي وعلى طول بنكسب وسيبناها ليكوا المره دي. وهم طبعا المتابعين في منهم اللي قال عمر كمال معاه حق، ما تسيبش حقك منه ولازم تاخد الفلوس، طالما بيك قال كلمه لازم ينفذ وعده. في طبعا اللي سخر من الموضوع وقال انه كان برضه وعد صاحبه يديله فلوس لو الاهلي خسر، بس احنا بالمصري مش بالدولار بقى، وبعدها ما ادوش حاجه، حاسب انت على المشاريع. السؤال هنا هو حمو بيكا وعمر كمال وأورتيجا في امريكا ليه؟ هم في امريكا علشان يعملوا سلسله حفلات في اكتر من مدينه وولايه، وهيعملوا حفلات رباعي بين عمر كمال وأورتيجا وحمو بيكا وساسو دي جي في واشنطن كاليفورنيا ونيويورك. ظهر حمو بيكا وعمر كمال وأورتيجا وساسو في اكتر من فيديو بيعملوا بروفات علشان يستعدوا انهم يكسروا الدنيا، وبالفعل حصل وهم بقالهم اكتر من 10 ايام هناك. وفي فيديو طريف لعمر كمال وحمو بيكا وهم في المطار وهو بيعلمه انجليزي وبيقول له مش عاوزك تفضل تصحيني علشان اتكلم مع الناس، قال له يقول ورايا يعني ايه انا جعان بالانجليزي، وفضل يقول مصطلحات علشان يتعلمها وحمو مش عارف ينطق، وكان في فيديو اخر ضحك وروقان. ده غير ان حمو بيكا اتغير هناك خالص في امريكا ونفسه يبقى مذيع ويبقى طيار ويسيب المهرجانات خالص ويبقى واحد تاني. يا ترى انت مع بيكا في اللي عمله مع عمر كمال ولا لا؟ وانت بقى اتفقت على ايه مع صاحبك الزملكاوي لما يكسبوا؟ اشاركوني برايكم في التعليقات.